السلام عليكم، انا راح نساعد هذا كلارك في بورتشار ولا في الشاحنه هنا وين تستعمل اليدوي. ها نضغط هنا نستعمل اليدوي، كانت اوتوماتيكي ده يدوي. هاي جات هنا يدوي، نزع مكبح وجعل سيري للخلف. ها الشاحنة ما شاء الله كبيرة، واني أول مرة نصعد. أول مرة نصعد نرفر مكبح هواء، نزعل ونزل. أنا أول مرة صعدته إن شاء الله. هذه الأخرى راه كبيرة نوعا ما، هذه الحمد لله كان الصعود تاعها سهل. نشوفوا ما شاء الله، ها نزل هذا فقط. راه كاين واحد المرافق تاع التحكم يعمل بالكهرباء. هذه الثانية يعمل بطاريات ما شاء الله. رانا ربطنا السلاسل، الحمد لله رانا صعدناه. دائما كي جيت نزلو كذلك نزلو بالمغير السرعه اليدوي. هذا هو الحكمه في اليدوي، تحتاجها في هذه الاماكن لان اوتوماتيكي ما يصعدلكش، متاكد بلي ما يصعدش. تحتاج قوه تاع سرعه، ديك سرعه تخاف لا تسقط من هذه العوارض. السلام عليكم ورحمة الله.